بسم الله. استمرارا لإجراء مقابلات مع الجرحى والمرضى القادمين من مصراتة إلى مدينة تركيا، نلتقي مع المصاب عصام يصف الدراط. إذا شو عمرك يا عصام؟ 32 سنة. عصام، نبيك تحكي لي على الوضع الطبي اللي تلقيته هنا في تركيا، يعني في إزمير. الوضع الطبي زي في ليبيا، يعني ما فيش، يعني في بعض المرضى او بعض الجرحى قالوا ان العلاج اللي تلقوه في مصراتة والعناية اللي تلقوها في مصراتة ما تقارنش معنايا، بحيث ان الوضع اللي كان في مصراتة كان افضل بكثير رغم الحالة والازمة اللي تمر بها مدينة مصراتة. يعني اكيد 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 التمريض هنا سيء جدا. يعني شنو الدكاترة هنا هل يهتموا بيك، يجوا يشرحوا لك في حالتك، يتابعوا فيك، هل كان عندك غيار يغيروا فيه التغذية، يغيروا لك فيه التغذية كل 3 أيام، ولا تشعر أنه في إهمال من جانب الطاقم الطبي هنا في المستشفى؟ والله يعني حالتي أول ما وصلت لتركيا دخلت العناية، يعني لما دخلت العناية لقينا الاهتمام في قسم عناية. لقيت اهتمام يعني في قسم عناية، لقينا الاهتمام يعني هو من اسم عناية يعني. يعني لما طلعوك برا القسم، يعني لما طلعوني برا القسم حتى الغيار بالثلاثة بالأربع أيام ما تغيرش لين يدير في الريحة. يعني يعني ما فيش اهتمام بكم جدا. التمريض سيء، يعني التمريض سيء. وهل الدكاترة يتابع في حالتك أنت، يجوك يوميا ولا ما يجوكش؟ يعني يعني مرور الدكاترة هذا إجباري، يعني لكن مرور عليك كم مرة في اليوم؟ مرور الصباح بس الساعة 6 الصباح، لكن ما تفهم منهم شنو يقولوا وما تفهمش منهم؟ لا لا لا، لا يجوك شوية ويطلعوا طول، يعني ما فيش حتى أنت تسأله ولا شيء يقول لك أوكي 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 ويطلع طول. زي ما يقولوا تمام تمام ويطلع يعني. أوكي ما فيش شيء. باين انت لو انت عندك جواز سفر مثلا وعندك وتحت منك مثلا مبلغ مالي، هل اول حاجه تديرها انك انت تسعى الذهاب الى دوله اخرى مثل مصر وتونس لكي تاخذ العلاج، او تقعد هنا في تركيا؟ يعني لا لا اريد، لا لا طول. يعني انت لو انت جوازك تحت منك ولا مش تحت منك؟ لا تو تحت مني ان شاء الله نخرج يعني. ان شاء الله حتى انت في بعض المرضى مشوا لمصر، في بعض المرضى مشوا لتونس، هل حتى انت حتدير نفس الخطوه اللي داروا هم يعني؟ اكيد اكيد اكيد. اوكي شكرا يا عصام، وان شاء الله ربي يشفيك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي مع المصاب سالم احمد الدويني. قديش عمرك يا سالم؟ 21 سنة. سالم، نبيك تشرح لي على الوضع الصحي او الوضع الطبي في تركيا هنايا اللي يعطولك الاتراك. يعني نقول لك ان هنايا الاتراك معاملتهم يعني دكاترتهم يعني زيرو، معاملة سيئة يعني. معاملة سيئة، لكن من ناحية ان التغذية والإباري المسكنات دينا يعطونا فيهن. لكن تسأل عليه حالتك يقول لك تمام 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 اوكي اوكي ويطلع، يعني ما تفهمش شيء انت بروحك. ما تفهمش شنو حالتك، شنو عندك، شنو عندك، شنو بيديروا لك، ما تفهمش شيء انه من الحالة دي. باهي انت في مصراتة قبل الجي هنايا، هل الاهتمام اللي كاين في مصراتة كان افضل من هنا ولا هنا افضل يعني؟ لا وين في مصراتة افضل بواجد، يعني مصراتة التغيير، حتى التغيير الجرحى يعني يوميا شبه يوميا، يعني يوم بعد يوم. لكن انا يا مرات تقعد لزقة زي هنا، يعني فكر لي خياطة عملية ظهري واشبه شنو، يعني المفروض يوميا تغيير لزقة حتى يثبت الجرح، حتى كانوا الجرح يعني لاصق لحم 100%، لكن يثبت اللزقة وتعرق مش يعفنش الجرح. انا يا باليومين بالثلاثه، لا في حتى حالات قعد 5 أيام بدون تغيير. ايه 5 أيام يقعد عادي، يعني تغيير الجرح بلهون، يعني ما عند حتى تجي تقول لك تعال غير ليش شنو، يقول لك تيمور وتيمور وتيمور كل يوم، يقول لك تيمور يقول لك تيمور معزه، يعني ما تجيك يفوت فيك. يعني حتنزل ايد جميع المرضى اللي جينا معهم لقاء بان الوضع الصحي في تركيا سيء للغايه، يعني وتتمنوا لو انكم قعدتوا في مصراتة كنتوا ترقيتوا العلاج غادي افضل من اللي خيزوه هنا. يعني نتمنى ان كان لقيت ان في مصراتة غادي واني عالجت في مصراتة خير من هنا، يعني الله قدر الله ما شاء، قدر الله ما شاء، ونحمد ربي الحمد لله. باهي يعني بنفسك على اللجنة، هل في لجنة متكونة من 3 أشخاص او 4 مش عارف بالضبط يمروا على المستشفيات، هل يمروا عليكم هنا يشوفوكم شو تبوا وشو ما تبوش؟ ما يعني ما جوناش الا امس بقولي جتنا لجنة. لا مش لجنة،
يعني هو يمكن احد افراد اللجنه، لكن اللي كان معاه كان معاه دكاتره من لندن يعني قبل يعني قبل زياره امس. هل في حد جاكم؟ مش حد جاكم يعني؟ لا لا، لجنه انا ما نروش عليها احنا. باهي كانت فيها زيارات لمره يقولوا في شخصيه اللي هو يقول الوالي، ومره يقول واحد تبع وزاره الصحه. وهل يجوكم هنا ولا ما يجوكم يعني؟ ما جوناش انا، ما جوناش لجنات يعني، لجنات لجنه لواحد ما جوناش انا في الدور التاسع يعني. باهي عمليه تنظيف النظافه بصفه عامه الغرفه والحجره، هل مهتمين بها او تنظفوا انتم بأنفسكم يعني المرافقين اللي معكم؟ قصدي أنا يعني من ناحية إن مسح وكيف إن المسح تغيير شرشاف يعني نظفونا فيه نادينا. بعد طب أنت مثلاً لما تبي أي شيء بتغير بتنوط تبي تطلب شيء، هل في ممرضة أو حد من دكاترة الأتراك يشوف، وإلا المرافقين اللي متواجدين معانا أو المرضى اللي يقدروا يتحركوا هم اللي يساعدوا فيك؟ لا، المرافقين أو المرضى اللي متحركين، حتى كيس البول يعني يغيروا فيه المرافقين اللي معنا في الليل هو حال. شكرا يا سالم، وشنيت بتبلغي رسالة ثانية لأهلك مصراتة غادي؟ لا لا، نسلم على أهل مصراتة كلهم يعني، ونشكر تريس مصراتة ونحمد ربي والحمد لله. إن شاء الله الحمد لله، إن شاء الله بالشفاء، وإن شاء الله إن شاء الله بالنصر عن قريب يا إن شاء الله. أمامي إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا بالشفاء. السلام عليكم. إن شاء الله. السلام عليكم. طيبين ان شاء الله. شوف كيف تزيد.